الحمد لله رب العالمين. او مكسب معنوي اول مجموعه، الولاد بذلوا مجهود، عندنا مشاكل ده الطبيعي، بنلعب باسكت هجوميه او دفاعيه، بنقعد نحضر لها الشغل في فتره الراحه، انما الحمد لله على المكسب وعلى المجهود اللي الولاد بذلوا. استعداداتي انا ما ببالغش قوي في الاستعدادات، ما بحبهاش يعني، حتى ما بحبش الميتنج كتير يعني، ممكن حتى كابتن خالد من بدري قوي لو حد يجي يقول لي قبلها بيومين مش عايز يوم الماتش، حد يحسس الولاد ان انا رايح العب ماتش مختلف، انا عايز يتعودوا ان هو نورمال. انا بلعب على دي، انا كل الميتنج اللي في الثلاث اربع ماتشات الاخر من ماتش الجزيره على حاله التشبع اللي تيجي للولاد، اللي انا بكسب وانا وحش او بكسب بال 12، انا عندي اصابات، كان عندي ماتش الجزيره مثلا هاله ورنيم والمحترفه واخدين ما لعبوش، المحترفه خدت تايم قليل، فانت بتلعبي على التارجت عدم التشبع، او ان انا مش خلاص انا بكسب، انا دي بنكسرها شويه، دي اهم نقطه كانت عندي. فنيا انت اب داون، ما فيش ازمه، الدنيا الحمد لله بتمشي، ما فيش، فالاستعدادات عليها. الفتره اللي جايه احنا راحه، واخدين لحد يوم الجمعه اللي جايه اجازه، وهنبدا واحده واحده، لان عندنا بقول لك زي عندي 6 منتخب وممكن يبقى فيه او 8 منتخب، فانا باقي 6 دول فيهم حد مجهد ومصاب، ف ربنا يعيننا على الفتره اللي جايه. الحمد لله على الفوز، الماتش ده كان بالنسبه لنا يعني مهم جدا، لان احنا بقالنا 3 سنين بنخسر من سبورتنج في ملعبنا، فاحنا كنا واخدين ده بالعكس دافع لينا ان احنا النهارده عايزين يعني نكسبهم في ملعبنا، واحنا بناخد كل ماتش بماتش ومركزين، عايزين نثبت وجود النادي الاهلي وشخصيته على اي فرقه بنلعبها. احنا عندنا توقف عشان في تصفيات افريقيا في اوغندا، فاحنا يعني في ناس راحوا المنتخب، بس يعني هو اكيد الكوتش بس مدي 3 ايام مثلا راحه، وهنبتدي تاني من الاول يعني تركيز واعداد. الدوري متوقف لمده شهر بالظبط يعني، المفروض ان شاء الله ونرجع على طول، وفي نص في كاس كمان. اولا الله يبارك فيكي، ثاني حاجه احنا كنا مجهزين الجيم كويس اخر تمرينتين، احنا استهترنا شويه في النص خليناهم يرجعوا للجيم تاني، بس بعد كده ركزنا في الديفنس وده اللي خلينا نكسب النهارده الحمد لله. هو كابتن طارق بيعمل روتيشن كويس للعيبه في الماتشات، فمخلي كل واحده تاخد تايم كويس على اساس ان احنا كل شويه حد ياخد ريست عشان نعرف نكمل بقيه الماتشات كلنا، فده مخلينا اللي هو نقف على رجلينا ان احنا نكسب ماتش بماتش الحمد لله.